السلام عليكم يا ليكيب تاع الجيستيون تاع الدوزيام اني، ولا انتوما تاع الاداب وفلسفه ولا تاع الشعب الادبي؟ رانا مع النسب المئويه والمؤشرات. يا اهل الخير، مرحبا بكم الى ما راكوش فاهمين، ومرحبا بكم ثاني الى راكم فاهمين. ديروا معنا مراجعه كيف كيف، راح نشوفوا كاع النسب المئويه والمؤشرات واش معناها، باش نفهموا مليح كل عنوان من العناوين هادو واش يلزمنا. يلزمنا التمرين عليها، كل عنوان راح نديروا له تمرين باذن الله تعالى. درت فيديو من قبل راهي طالعه، الله يبارك برا حتى راهي 45 كيف كيف نفس الفيديو كيما هذه، بصح ان شاء الله هذه راح تكون احسن وافضل، وان شاء الله انتم تكونوا فاهمين ثاني احسن وافضل. نبداو بنسبه الجزء الى الكل. واش معناها نسبه الجزء الى الكل؟ هذا التيتر هذا هذا العنوان ماهوش غريب عليكم، شوفوا باش تفهموها مليح. تقراوها بها في السيام بكري، لو كان نقولوا ثانويه بها مثلا قال 1500 تلميذ، صحيح نقولوا 800 من التلاميذ هم من الإناث. ما هي نسبة الإناث؟ السؤال الأول، ما هي نسبة ولا ما هي النسبة المئوية للإناث، شوفوا للإناث في الثانوية. طري بيان، دونك هذا كنت تديروها بكري قاعدة ثلاثية 100%. واش يقابل 100%؟ يقابل 1500 تلميذ. شحال عندنا؟ عندي 800 تلميذ، شحال يقابل؟ هاي يقابلها اكس، وهنا دير القاعده الثلاثيه تاعك، هذا في هذا على هذا. دوكا رانا نقراو السنه الثانيه، رانا متطورين ما راناش هكذا. دوكا نديرو نقولو اكس نسموها النسبه المئويه. شوف كش نجاوب، شوفوا النسبه المئويه للاناث في الثانويه. طري بيان، ومن بعد واش نقول؟ نقول اكس هذا، شوفوا الجزء على الكل، شكون الجزء؟ شكون الجزء؟ 800 ولا 1500؟ امبوسيبل راح تكون 800، امبوسيبل راح تكون 1500، الجزء هو 800 على شحال؟ على 1500، الجزء على الكل في 100 ونحسب النسبة المئوية تاعي. إلا طاني هكذا مثال كيما هذا، إلا طاني مصنع، إلا طاني شركة، إلا طاني بلاد، نبدا نشوف باللي عندي الجزء وعندي الكل، والامر راح يبان سهل. واش ندير انا؟ نحكم الاله الحاسبه تاعي، مليح تكون عندكم اله حاسبه كازيو ولا حاجه كيما كازيو تساعدكم. ندير 800 على 1500 في شحال؟ في 100. شحال نصيب؟ شحال نصيب يا جماعه؟ نصيب 53.3333 الى اخره، صح؟ نصيب 53 فاصل شحال؟ فاصل 333 الى اخره، يعني النسبه تاع الاناث راهي تشكل اكثر من 50%. هكذا رانا فهمنا النسبه المئويه تاع الجزء الى الكل. تما في الامتحان يا يمد لك هكذا سؤال كيما هذا، يا يمد لك العكس، يا يمد لك العكس. يقدر يقول لك يا سيدي في سؤال، شوفوا واش يقول لك. يقول لك يا سيدي ما يقولكش، ما يعطيكش نسبه المئويه، يقول لك انت حوس على العدد تاع التلاميذ تاع المصنع. مثال شوفوا مليح واش يقول لك. نقولوا مثلا يا جماعه الخير، نقولوا مصنع، شوفوا مصنع مصنع به عمال، ولا مصنع 25% من العمال هم من النساء. طيب دوك النسبه المئويه تاع النساء هكذا. المصنع يضم، المصنع يضم 120 عامل. شوف واش يقول لك دوكا، يقول لك ما هو عدد النساء في المصنع. فوالا، نديرو تمارين اون ديريكت باش تفهموا مليح. تسمى انا عطالك النسبة المئوية تاع شحال من مرا كاينة في المصنع، وقال لك حوس على شحال العدد. نفس الشيء واش حتستعمل نتايا؟ تستعمل القانون تاعك. واش يقول لك؟ يقول لك ا على ان في 100. كتبوا ا، هذا هو القانون. وشنو هذا؟ هذا هو الجزء، وهذا وشنو؟ هذا الكل، وهذه وشنوها؟ النسبة المئوية. طيب يا جماعة، دوك انا نشوف هنا واش عطالي، هنا عطالي النسبة المئوية ولا واش عطالي؟ عطالي النسبة المئوية، قال لي هذه تساوي 25. هذه قال لي تساوي لي 25. فوالا، وعطالي الكل، شحال الكل؟ 1200. وعلي من قال لي حوس؟ قال لي حوس على الجزء، ياك راهي تبان مليح هذه هنا، ها؟
هاي تبان مليح جاسبر الحاله. تري بيان تري بيان جماعه. واش قال لي حوس دوكا؟ قال لي حوس على ا. ما لا هذا ا واش راح يساوي لي؟ ا هذا راح يساوي هذا في هذا. بون ا في 100 ولا نقول 110، ضربت هذا في هذا يساوي هذا. هذا نطلعوا هنايا شحال يولي؟ يولي 25 في 1100. دونك 100 ضربته في ا هاوليك و25 ضربته في هذا. ولا قادر نكتب هذا، شوفوا 25 في 1200 يساوي لي 100 ا. قادر نكتب هكذا كيف كيف، ولا خليها هكذا. يعني ا واش راح يساوي لي؟ 25 في 1200 على شحال؟ على 100. ونحسب بالآلة الحاسبة يا أهل الخير، نحكم الآلة الحاسبة ونحسب مليح. تكون عندكم واحدة هكذا تساعدكم من في الإحصاء، أشرو كازيو ولا واحدة كيما كازيو. كاين هذوك آلة حاسبة اللي راهم كيما كازيو، كاين كازيو في الفالسو. هاليك شحال نصيب؟ نصيب 300 مرة، يعني المصنع شحال؟ 300 مرة. برك أنتم واش تكتبوا لهنا؟ تقول أ عدد النساء في المصنع. مبروك عليكم، راكم فهمتوا معايا التيتر الاولاني. دوكا نروح للتيتر الثاني. بصح قبل ما نروح للتيتر الثاني ماذا بيا نشعل الضوء برك دقيقه برك. اي فوالا جماعه الخير، اي فوالا هكذا خير نو، هكذا خير يتبان خير. دوكا فهمنا التيتر الاولاني ساهل ماهل. دوكا نروح للتيتر الثاني. وشنو هو التيتر؟ وشنو العنوان الثاني؟ النسبه المئويه لنسبه مئويه اخرى. هنا كي يمد لي نسبة مئوية ومن بعد يمد لي نسبة مئوية أخرى، واش معناها الشيء هذا؟ ما تقدرش تفهم هذا بالتعابير وبالتفسيرات اللغوية، تفهم غير بمثال. بالمثال يتضح المقال. شوفوا واش نقولوا، نقولوا مصنع ولا نقولوا شركة؟ واحد تيما تقرا عندي قالت لي الشيخ راك دير بزاف المصانع، نحينا المصنع هذا. ما رانا ما نحيش المصنع ونزيد ندير لكم مثال تاع مصنع. شوفوا واش نقولوا، نقولوا مصنع المشروبات الغازية، مصنع المشروبات الغازية غير الكحولية بيان سور، مصنع المشروبات الغازية يحتوي على، ولا يقولوا يحتوي على، نقولوا 75%، ولا نقولوا 75% من المصنع. شوفوا مصنع المشروبات الغازيه 75%، جاوب بطريقه خير، نقولوا 75% من العمال هم من الرجال. فوالا مصنع 75% رجال والباقي كاع نساء، باينه صح. دوك نقول 30% من هؤلاء الرجال إيه يملكون سيارة. خير باش نفهمها خير، وعلاش حط لكم واحدة واحدة. دوك مصنع 75% منه كاع رجال، ما هذوك الرجال واش عندي؟ عندي 30% برك اللي عندهم طوموبيل، باقي ما عندهمش طوموبيل. دوكا واش نقول لك انايا؟ شوف نقول لك السؤال، ما هي النسبة المئوية للرجال المالكين للسيارة في المصنع؟ شفت واش قلت لك ولا ما شفتش؟ قلت لك مصنع 75% من الرجال، ما هذوك 75% كاين 30% اللي عندهم طوموبيل. واش قلت لك انا؟ شحال من واحد عنده طوموبيل بارابور العمال المصنع؟ هاك هذا هو المصنع كاع، نقولوا هذا هو المصنع كامل 75% منه رجال. ربي هذا الرجال هادو كاين 30% اللي عندهم سياره، يملكون سياره. شحال دوك هذه النسبه بالنسبه للعمال المصنع كامل؟ شحال؟ ما تروحش ماشي هي هذه، ماشي هي 30%، لا ماشي 30%، 30% النسبه المئويه لنسبه مئويه اخرى. شوف هنا كاين تلاقى بنسبه مئويه لنسبه مئويه داخلها، ويقول يحسب النسبه المئويه تاع الكل، تاع المصنع، تاع الشركه، تاع المدرسه، تاع الثانويه. انا واش نروح ندير؟ نروح نخبط النسب المئويه في بعضها، نخبط النسب المئويه في بعضها. شوف واش ندير، ندير اكس في ايغراك على 100. واش معناها اكس في ايغراك؟ معناها 30 في 75
على 100. بصح قبل ما ندير هكذا لازم نقول له شنو اكس وشنو ايغراك. نسمي هذا نسميه اكس، هذا نسميه اكس في الاجابه، هذا نسميه اكس وهذا نسميه ايغراك هكذا. ولا هنا نقول 75 في 30 خير فوالا. هاي اكس وايغراك نسميه في الاجابه، نقول اكس نسبه نسبه الرجال المالكين للسياره في المصنع 30%، و30% هي النسبه المئويه للرجال الذين يملكون سياره بالنسبه للنسبه المئويه الاخرى. وهذه واش نسميها؟ نسميها مثلا ا، ونزيد نقول له ثاني ا وشنو هي ا؟ النسبه المئويه، باش نعرف واش نكتب، النسبه المئويه للرجال المالكين للسياره في المصنع. ونحكم الآلة الحاسبة تاعي ونبدأ نحسب. وراهي الآلة الحاسبة هاي لك. نحكم الآلة الحاسبة تاعي ونبدأ نحسب. ندير كسر، ندير 75 في 30 على 100. نتأكد طريبية 75 في 30 على 100 شحال نصيب؟ نصيب 45 على زوج، نصيب 22.5% من الرجال اللي فارينها في المصنع هذا وعندهم طوموبيل والباقي مساكن يضربوا الكارع. سي بون فريناها ملا صح، خلاص فريناها. النسب المئوية حاجة سهلة، مازلنا برك نسبة مئوية مع الآخر نشوفوا. دوكا وين نروح؟ نروح العنوان الثالث يا جماعة، في 11 دقيقة راكم فهمتوا زوج عناوين مهمة. دوك نمحي هذا، نمحيه ونروح للسؤال الثالث، الزيادة بمقدار والتخفيض بمقدار. ونواصلوا في التمرين. دوكا وين قلنا؟ دوكا رانا هنا زيادة بزيادة مقدار بنسبة مئوية. باش نفهموها لازمنا نديروا مثال هو اللي راح يوضح لنا كلش. نقولوا يا سيدي سعر هاتف، ماشي حاسوب، هاتف، سعر هاتف هو 3,800,000 دينار جزائري. ارتفع هذا السعر، ارتفع هذا السعر بنسبة 5%. طلع الله غالب، طلع ما كانش امبورطاسيون، طلع كم اصبح سعره؟ كم اصبح سعره؟ هذه تعرفوها تاني. شوف مام تقسي واحد تاع السيام يعرفها باسكو يقراو الامور هادو، لكن ردوا بالكم في حاجة واحدة وشنو هي؟ هي انك دوك تعرف القوانين، ما تروحش دير قاعدة ثلاثية الى اخره. القانون يقول لك هذا واحد زائد ا على 100، واحد زائد ا على 100. انت واش دير؟ تحكم السعر تاعك هذا 3,800,000 تضربوا في واحد زائد ا على 100، حتى ما تضربوش في ا، تضربوا بالنسبة اللي زاد فيها اللي هي 5 على 100. وتسمي بيان سور، تقدر تسمي هذا، تسميه اكس. واش تقول له؟ تقول له اكس سعر ماذا؟ سعر الهاتف الجديد، سعر الهاتف، سعر الهاتف الجديد، ولا في الوقت اللي رانا فيه، ولا السعر الجديد، ولا ها سيدي ها السعر الجديد للهاتف. تحكم الآلة الحاسبة وتطبق القاعدة هذه، ولا تعوض ما يجب تعويضه. شحال عندنا؟ عندنا 3,800 في 1 زائد 5 على 100. تغلق القوس، شحال تصيب؟ تصيب 3,990، 3,990 دينار رجال. شفتوا شحال طلع؟ شحال ولا يدير الهاتف؟ ولا يواسي هكذا. دوكا واش معناها التخفيض بمقدار؟ لو كان هنا هذا نسميه الجزء الاول وهذا نسميه الجزء الثاني. واش نقول لك؟ انخفض هذا السعر، انخفض سعر الهاتف فيما بعد، فيما بعد بنسبة 3%. كم أصبح سعره؟ كم أصبح سعره؟ دوك السعر زاد طاح، وش من قانون راح نستعمل؟ نستعمل القانون هذا، واحد ناقص بي على 100. ثم راح ندير السعر هنا، نكتب السعر هنا. مي هنا ردوا بالكم يا جماعة، ما تروحش تدير السعر هذا، لا لا، السعر اللي طاح ها وليك شحال شحال ولا يدير التليفون، ما ولاش هكذا ولا هكذا. دونك ما نروحش ندير هذا، السعر طلع من بعد عاود هبط. أنا نشوف السعر شحال كان يواسي البارح ولا الشهر اللي فات، ماشي شحال كان يواسي من قبل، شحال كان يواسي مور ما طلع. ثم نستعمل هذا نستعمل هذه القيمة، تقول لي 3,990، نضربها في شحال؟ في بي على 100. شحال بي؟ هي 3 على 100. وبيان سور نسمي هذا، نسميه اكس واحد، ونقول له يا سيدي اكس واحد
السعر الجديد. نحكم الآلة الحاسبة وندير يلا 3990 في 1 ناقص، ردوا بالكم ناقص 3 على 100. نغلق القوس، شحال نصيبو؟ نصيبو لواسي 3870.3 دينار الجيريا. وهكذا رانا فهمنا حتى نزيد بمقدار التخفيض بمقدار. دوكا نروحو نشوفو التطور المطلق يا جماعه. التطور المطلق ثاني حاجه سهله، هاي دوكا نروح لهنا. التطور المطلق لمقدار واش معناها؟ دوك نشوفو واش معناها. نمحي هذا، فوالا يا اهل الخير يلي ان شاء الله العام الجاي تكونوا ترمينال. نقول لك دوكا السعر حاسوب، سعر لابتوب، سعر حاسوب في شهر جانفي، في شهر جانفي هو 4 ملايين و 200 دينار الجزائري. ارتفع هذا السعر، ارتفع هذا السعر ليصبح 4 ملايين و 800. زاد يا محينك زاد. احسب التطور المطلق، احسب التطور المطلق. كيفاش نحسب التطور؟ واش قال لك هو؟ قال لك اكس واحد ناقص اكس صفر، هاو التطور المطلق. شوف دلتا اكس هو اكس واحد ناقص اكس صفر. وشنو هو اكس واحد وشنو هو اكس صفر؟ شكون اللي الاول، اكس واحد ولا اكس صفر؟ شكون اللي الاول، صفر ولا الواحد؟ صفر، صح صفر. سمى السعر الاولاني هذا هو، شتو هذا؟ هذا هو اكس صفر، وهذا وشنو؟ هذا اكس واحد. واش ندير انايا؟ ندير اكس واحد ناقص اكس صفر، بمعنى وشنو هو؟ 4 ملايين و 800 ناقص شحال؟ 4 ملايين و 200. شحال راح نصيب؟ نحكم الاله الحاسبه. عمالي بلي سهله، قادر نديرها بلا اله حاسبه، بصح انا نستعمل اله حاسبه، ماشي معناتها ماشي قادر نحسبك، فهمني؟ مي نستعمل اله حاسبه خير باش نوريكم بلي الانسان يتفادى الغلطات الماكسيموم. هكذا دونك نكملوا. انا بالي بلي حنصيبها 600000 دوك، بصح نكمل نصيبوها. فوالا نصيبوها 600000 دينار جزائري. عنده وحده، باسكو علاش نقصنا هذا من هذا؟ من الافضل كي تروح تجاوب في ليكزام تسمي تقول له هذا اكس واحد وشنو هو، تسمي تقول اكس واحد يساوي 4200 من الافضل لا، وتسميه هذا، تسميه هذا اكس صفر سمحوا لي، وهذا اكس واحد يساوي 4800 دينار جزائري. من الافضل قلنا تسميهم هادو، تسميهم باش ما يقول لك والو. دونك حاجه سهله، التطور المطلق قادر يجينا بالموجب كما قادر يجينا بالسالب. دوك نفهمكم، شوفوا مليح يا جماعه الخير. دونك هنايا راه جانا بالموجب، يقدر يجيني بالسالب. وعلاه؟ لو كان يكون عندي هكذا، لو كان يكون عندي هكذا، شوف نخلو نفس المثال 4 ملايين و 200 في شهر جانفي. ثم اصبح هذا السعر، ثم اصبح هذا السعر شحال ولا السعر هذا؟ قال هذا السعر ولا 3 ملايين و 500، طاح بزاف يا محينك، 3 ملايين و 500 دينار جزائري. كم احسب التطور المطلق؟ احسب التطور المطلق لهذا المقدار ولا للسعر هذا؟ نقدر نقولوا مام السعر، سعر الحاسوب، تطور مطلق لسعر الحاسوب. واش ندير انايا؟ ندير كيف كيف دلتا اكس. شوفوا واش نديرها، دلتا اكس ماذا يساوي؟ اكس واحد ناقص اكس صفر. وين راه اكس واحد وراه اكس صفر؟ لازم نتبع التعليمات نتاع، نتبع نص التمرين واش يقول لي. هكذا نتبع نص التمرين واش راه يقول لي. وين راه اكس صفر وين راه اكس واحد؟ وين راه اكس صفر؟ هذا هو، هذا هو اكس صفر، وهذا شنو؟ هذا اكس واحد. هاي مالا واش ندير انايا؟ اكس واحد ناقص اكس صفر، تسمى 3 ملايين و 500 ناقص شحال؟ 4 ملايين و 200 يا اهل الخير. ونواصل، شحال راح نصيب هذوكا؟ عمالي بلي ساهله، قادر نديرها بلا، بصح انا نديرها على حسابات باش نوريكم بلي الانسان قادر يغلط، خاطر نشوف انا اخطاء، اخطاء جايحه يغلطهم اي انسان قادر يغلطهم. دوك تا في ليكزام ولا في الباك تتفادى. شحال نصيب هنايا؟ نصيب ناقص 7000 دينار جزائري، ناقص 700000. تسمى هذا التطور المطلق، حنا واش هذا نحكوا عليه من في حياتنا اليوميه. قال شحال طاح البري؟ طاح ب 700000. شحال زاد؟ زاد ب 200000، زاد ب 400000. دوكا
انا نقرا دوزيام اني جيستيون نعود نحكوا هكذا. شحال التطور المطلق هو 700000، هو ناقص 500000، تعرف من بعد الى راك في الزياده ولا في تخفيض. خلاص فريناها صح. دوكا نروحوا نشوفوا التطور واش، شوفوا التطور النسبي. نزيد لك هنا سؤال، شفتوا هذا التطور المطلق هنا، ونزيد لك سؤال نقول لك احسب التطور النسبي. ثم راني هنا ها واش ندير انا، تطور نسبي، التطور النسبي كيفاش نحسبه؟ وهذا واحد، كيفاش التطور النسبي واش ندير؟ قال لك هو دير دالتا اكس على اكس صفر، سهله اللي صبتها مقبله، ناقص 700000 على شكون اكس صفر، على 4200 على 42000. سمحوا لي دونك نحكم آلة حاسبة، ندير ناقص 7.3 على 4 زوج 3 خطرات تربيع، شحال نصيب؟ نصيب ناقص 1.6666، ناقص 1.666، يعني راح نصيب هذا 7. هذا ما عندوش وحدة، ردوا بالكم يا أهل الخير. سي بون، تسمى الحالة راهي تافونسي يا جماعة، رانا نافونسيو يا أهل الخير. حاجة سهلة، دوكا راح نشوف معامل ضربي. هنا المعامل الضربي بحول الله تعالى. ايه نمحي هذا، نمحي هذا، خلاص فهمنا وان شاء الله تفهموا. وشافوا عباد لي لا فيديو تاعي اللي من قبل وفهموا الحمد لله، وان شاء الله غادي تفهموا بها ما احسن. اوكي ان شاء الله تفهموا بها ما احسن. دونك المعامل الضربي راح نبقى كيف كيف في الامثله، كيف كيف لا ميم شوز. دوك ولينا نعرفوا وشنو هو اكس واحد وشنو هو اكس صفر. هاي نقول لك دوكا سعر منتوج، سعر منتوج، سعر سعر منتوج، سعر منتوج هو 1500 دينار جزائري. تطور هذا السعر، تطور هذا السعر ليصبح 1800 دينار جزائري. شوف نقولوا تطور هذا السعر ولا نقولوا ارتفع هذا السعر؟ هاي نقول ارتفع خير. ها دوكا باش نبداو نفهموا واش معناها التطور، كاين عندي تطور بعد نشوفوا النسبه المئويه للتطور. دونك ارتفع هذا السعر ليصبح 1800. نقول لك دوكا انا احسب المعامل الضربي، احسب المعامل الضربي الموافق لهذا التطور، الموافق لهذا التطور. تطور ثم التغير، انا نشوف بلي السعر تبدل دي فوا نقولوا من 2008 ل 2009 من 2009 ل 2010 باينه حاجه، باينه بلي راهو يحكي لك على هذا من لهنا. وعندنا المعامل الضربي الاجمالي، خلينا منه نفهموا هذا برك. واش ندير انايا؟ قال لك ك، هذا هو المعامل الضربي واحد، حساب المعامل الضربي. واش ندير انا ك؟ قال لك ك دير اكس واحد على اكس صفر، وين راح اكس واحد وراح اكس صفر؟ قلنا الاولاني هذا اكس صفر، هكذا هذا هو اكس صفر، وهذا شنو؟ هذا اكس واحد. نسويفي لي زيتاب، اكس واحد على اكس صفر، وين راح اكس واحد؟ وين راح اكس واحد؟ هاوليك 1800 على شحال؟ 1500. آلة حاسبة، يلا آلة حاسبة، وراه 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 1800 تربيع تقسيم 1500 شحال نصيب؟ نصيب 1.2، 1.2، وهذا ما عندوش وحده يا جماعه، باسكو نقسم الدينار على الدينار يروح. كي يكون كبير على واحد معناها زياده، كي يكون صغير على واحد معناها تخفيض. دونك فهمنا واش معناها المعامل الضربي هذا، فهمناه صح. المعامل الضربي ثاني عنده قانون واحد اخر ماشي غير هذا. دوك نشوفوا شنو هو. شوف لو كان دوكا يقول لي في سؤال ما يقوليش هذا، يقول لي السعر تاعو راهو هكذا، هذا هو السعر تاعو بصح، يقول لي ارتفع هذا السعر. شوف ارتفع هذا السعر بنسبة شحال؟ بنسبة 3%. احسب المعامل الضربي الموافق لهذا التطور. هنا ما طاليش كيما مقبله اكس واحد، ما طاهاليش، عطاني غير هذا، عطاني النسبه المئويه اللي تطور بها.
عم بالي بلي المعامل الضربي عنده قانون واحد اخر وشنو هو؟ هو واحد زايد ا على 100 كيما القانون الموجود من الفوق. سمك من الفوق كنا نضربوا السعر الاولاني في هذا، هذا ما نضربوش، نحسبوا غير هذه برك هكذا، نحسبوا غير العباره هذه من بعد ما نعوضوا فيها. دونك ا شحال يساوي لي؟ ا يساوي لي 3%. هاي اللي كان بالي بلي سهله بلا على حاسبها، جو سي بلي راح نحسبوها 1.03، بصح انا معليش انا هي راني راح نحسبها. ها شحال نصيبوها؟ 1.03. هنا التطور تاعي 1.0 تطور ب 3%. جماعه الخير نزيدو نوصلوا في التطور المطلق في المعامل، في المعامل الضربي تاعنا هذا. وهنا واش نقولوا؟ نخلو اكس صفر هذا ونمحي هذا. دوك نشوفوا في حاله، في حاله الانخفاض، في حاله التطور تاعي يكون سعر المنتوج. شوف نقولوا في شهري ولا في 2008 هاي اصبح هذا السعر، اصبح هذا السعر في 2009 كم اصبح؟ اصبح هذا السعر 2009 ولا اصبح هذا السعر 1200 دينار جزائري في 2009؟ نفس السؤال واش نقول لكم؟ نقول لكم احسب المعامل الضربي، احسب المعامل الضربي الموافق لهذا التطور، الموافق لهذا التطور. واش نروح ندير انايا؟ ندير كا. واش يساوي كا؟ كيف كيف اكس واحد على اكس صفر. دوباكم تغلطوا، علاش اكس صفر الاولاني ديما هو الاولاني، واكس واحد شنو هو؟ هو الدوزيام اللي يجي من بعد. وراه مالا هذا اكس صفر وهذا شنو؟ هذا اكس واحد. انا واش ندير؟ ندير اكس واحد على اكس صفر. واش معناها؟ معناها ندير 1200 تقسيم 1500 ونحسب بالآلة الحاسبة تاعي شحال راح نصيب. ركزوا معايا مليح يا أهل الخير، ركزوا معايا مليح. راح ندير 1200. جاسبر كاين الناس تماك، شوف هنا راني غلط. عشان غلط باسكو درت ثلاث زيروات، لازم نحي زيرو منها ونحي زيرو منها، سبحانه من لا يسهو. ونزيد ندير منها 1500 شحال راح نصيب؟ راح نصيب 0.8. واش معناها؟ معناها تخفيض، باسكو المعامل الضربي راهو صغير على الصغير على هذا يا جماعه الخير. سي بون، دونك فهمنا واش معناها معامل ضربي. مام لو كان ما يقوليش هكذا، يقول لي انخفض هذا السعر ولا شاف نقولوا منا 2008. مام لو كان يقول لي انخفض هذا السعر، انخفض هذا السعر، انخفض هذا السعر بنسبة 5% في 2009، احسب المعامل الضربي، احسب المعامل الضربي. كيف نحسب هنا يا جماعة؟ واش نروح ندير؟ كيف كيف كا؟ واش يساوي لي كا؟ يساوي لي 1 ناقص ب على 100 ولا ا كيف كيف. والبي هذه هي شنوها؟ البي هذه هي عبارة عن واش؟ البي هذه هي عبارة عن 5%. نحسب ديريكتومون شحال راح يساوي المعامل الضربي هنايا. واش راح ندير؟ راح ندير 1 ناقص 5 على 100 شحال راح نصيب؟ 0.95. راح نصيب 0.95 يا اهل الخير وبارك الله فيكم. كي صبرتوا معايا حتى لهنا في الفيديو هذه، واش مازلنا دوك يا اهل الخير؟ مازلنا المؤشر. واش معناها المؤشر؟ ونشوفوا بعد النسبه المئويه للتطور. اوكي اوكي صحيتو. دوك نروح نحسب نشوف المؤشر واش معناها المؤشر. المؤشر جينيرال غالبا يجيكم في جدول، في جدول يعطيكم جدول هكذا. شوفوا يعطيكم جدول هكذا. هنا واش نقولوا؟ اكس اي. وهنا نقولوا الي اي هكذا، اكس اي الي اي. قال زعما باش نزيد نبسطها لكم احسن، هاني هنا نعطيكم السنوات زعما 2008 وهنايا 2009 وهنا 2010. هاك اكس اي تعرفوه دوكا شنو اكس اي؟ اكس اي هو السعر ولا هو القيمه اللي نقرا عليها، عدد الاشخاص، عدد العباد، عدد المصانع، عدد السيارات. المهم هو القيمه، القيمه تاع المقدار تاعي. صح نقول هنا اكس اي كنقولوا 35 ومن بعد ولا 41 ومن بعد ولا 37. صحيتو صحيتو صحيتو.
نغلق منه. ودوك واش نقول لك هنا؟ نقول لك الجدول التالي، شوف هو الجدول التالي يمثل تطور سعر منتوج. سعر منتوج مهم، يمثل تطور حاجه. ممكن تطور يكون عباره عن زياده، يا عباره عن تخفيض، هكذا. عباره عن منتوج بالدولار يا سيدي، هذا بالدولار ما بين 2008 وال 2009 وال 2010. قلت لك بلي الجدول هذا راه يبين لك بلي السعر تاعك راه يتطور. كيفاش راه يتطور؟ من لهنا، من هنا راح لهنا، راح لهنا. هنا يعطيكم مؤشر الاساس، غالبا يكون 100. هذا يسموه المؤشر الاساس اي 0. هذا اي 0، هذا شنو؟ اي 1، هذا اي 2، هذا اكس اي. واش معناها؟ هذا اكس 0، هذا شنو؟ اكس 1، وهذا اكس 2، وهذا اي 0 اللي راح يجي هنا اي 1، واللي راح يجي هنا اي 2. نقول لك دوك انا احسب المؤشرات، احسب اي 1 واي 2. كيفاش تحسب اي 1 واي 2 يا جماعه الخير؟ واش تروح دير؟ تروح انت، واش يقول لك القانون؟ القانون قال لك اي لي اي واش يساوي اكس اي على اكس 0 في 100. كي تروح تحسب انت اي 1 واش يساوي اي 1، هذه 100 وشنو هو؟ هو المؤشر الاساس، باسكو هنا عطيتك 100 اي لي 0. يقدر يقول لك 90، يقدر يقول لك 80، رد بالك. دونك اكس اي وشنو هو؟ هو عباره عن اكس 1، هنا عوض 1 نصيب 1 على اكس 0 في 100. شحال راح نصيب؟ اكس 1 على اكس 0 في 100. دونك نبدا ان شاء الله. اكس 1 اللي هو شحال؟ 41 تقسيم اكس 0 اللي هو 35 في 100. شحال راح نصيب؟ راح نصيب 117.14 زوج 8. نكتبها هنا. انا شحال صبت؟ 117.1428. هاي زيد نحسب الدوزيام. واش ندير؟ واش يقول لك القانون؟ القانون واش يقول لك؟ ماذا يقول لك القانون؟ واش يقول القانون؟ نحذ الكيل هذا منا. عفوا يا جماعه، عفوا عفوا يا جماعه الخير، عفوا. دونك واش يقول القانون تاع الاثنين؟ هنا نحو نديرو السنوات. اثنين واش يساوي لي؟ اثنين راح يساوي لي اكس 2 على اكس 0 في 100. اكس 2 على اكس 0، هنا اي تعوض 2، هنا ثاني تحط 2، وراهي اكس 2 37 على اكس 0. شحال اكس 0؟ 35 في 100. ايوه 37 تقسيم 35 في 100. شحال نصيب دوكا؟ نصيب 105.71 4 زوج 8 الى اخره. انتم شوفوا الشيخه ولا الشيخ واش قال لكم؟ ادوا رقمين بعد الفاصله بالتدوير ولا بلا تدوير. 105.71. ها دوك فهمنا واش معناها المؤشرات. سي بون خلاص جماعه، فهمنا واش معناها المؤشر. واش بقات لنا؟ بقات لنا حاجه واحده، حاجه صغيره اللي هي النسبه المئويه للتطور. ما حش نفاصي دوك انا هذا، لا ما حش نفاصي انا هذا، ما حش نفاصي كاع الطابلو هذا، نفاصي غير الجهه اللي منها. هاك شوفوا مليح، معليش هذا نخليه الفاصيل هذا بصح نخليه. شوف دوك هنا واش عندي؟ عندي الجدول تاع مقبل، الجدول تاع مقبل واش فيه؟ هنا تطور سعر، سعر تاع منتوج، سعر تاع مشروب، سعر تاع سياره، سياره تاع اللي جوي بصح 35 دولار ماشي سياره كبيره. تطور سعر واش نقول لك انا؟ نقول لك احسب النسبه المئويه. شوف هو احسب النسبه المئويه الموافقة للتطور ما بين شكون؟ ما بين 2008 وال 2008 وال 2009. القانون يقول لك دير ك ناقص 1 في 100، هذا هو القانون. كي اللي يديروا 1 ناقص ك في 100؟ مازال ما فهمتش. هو القانون تاع الصح هو هذا، ك ناقص 1 في 100. دوك اللي راهم يديروا 1 ناقص ك في 100 ما نعرف، بالك يقول لك باش كيدخل لي بالسالب ولا كيعود عندي تخفيض ولا المهم هذا هو القانون. ك هذا وشنو؟ ك هو هذا المعامل الضربي.
كيفاش نحسب انا المعامل الضربي من لهنا؟ كيفاش نحسب؟ واش لازم ندير؟ لازم ندير اكس واحد على اكس صفر، هذا هو المعامل الضربي. دونك كا هاي واش يساوي لي؟ شحال اكس واحد؟ هو 41 على 35، هذا هو. نحسب بالآلة الحاسبة، واش ندير؟ 41 تقسيم 35، شحال راح نصيب؟ راح نصيب 1.71 1.17 سمحوا لي 1.17 14. نحكم دوك هذه القيمة، هذه زيد نعوضها هنا، شوف 1.17 14 ناقص 1 في 100، شحال راح نصيب؟ بون هذه النسبة المئوية نقدر نسميها بي، حاب انا نسميها بي، بعد هنا ثاني نكتب بي. فوالا يا جماعة الخير، شفتوا لك كيف حسبتوها؟ نحسب دوكا سهلة ها هنا وراه الآلة، فوالا نحسب شحال نحسب؟ 1.17 14 ناقص 1 الكل في 100، شحال راح نصيب؟ راح نصيب 17.14، شوفوا 17.14 بالمئة. يعني واش صرا له هنايا؟ هل زاد؟ نعم زيادة، زيادة، شفت صبنا زيادة بنسبة شحال؟ بنسبة 17%. هنا القانون كاين اللي يستعملوا 1 ناقص ك في 100، شفت ناس يستعملوا هكذا، مانيش فاهم علاش يستعملوا القانون هذا في حد ذاته، خاطر مرات يقول لك مرات هذا يخرج لنا بالناقص، مرات كي يكون تخفيض يخرج لنا بالناقص، لو كان نروحوا نحسبوا النسبة المئوية منا لهنا يخرج لنا بالناقص، كاين شيوخ يقول لك لا، يقول لك دير لي هنا 1 ناقص ك باش النتيجة تخرج لي بالموجب، ومن بعد تقول له تخفيض، تخفيض بنسبة كذا وكذا وكذا وكذا، صح يا جماعة الخير. دوكا واش نروح نشوف؟ نروح نشوف المعامل الضربي الإجمالي، نديروا المعامل الضربي الإجمالي، يلا شوفوا مليح. لو كان نقول لك هنا، لو كان نقول لك في السؤال هذا، نقول لك أقول لك أحسب، شوش نقول لك؟ أحسب المعامل الضربي الموافق للتطور ما بين 2008 وال 2010. المعامل الضربي شو يساوي لي؟ كا يساوي لي اكس واحد على اكس صفر، هذا قلنا من قبيله ياك، بصح يقول لك يقعدوا عندك شحال من تطورات، كيما هنا تطور تطور، تسمى هنا راح يكون عندك كا واحد وهنا راح يكون عندك كا اثنين، تسمى حيكون عندي كا واحد يساوي لي هذا على هذا، وكا اثنين وش يساوي لي؟ يساوي لي اكس اثنين على اكس واحد. من بعد راح يكون عندك معامل ضربي اجمالي، معامل ضربي اجمالي، شكون هو المعامل الضربي الاجمالي؟ هو كا اللي يساوي لي كا واحد في كا اثنين، ونفس الشيء ما منو كان تقسم هذا على هذا نفس الشيء، دوك نقول لكم علاه، علاش؟ باسكو راح تصيب اكس واحد على اكس صفر في اكس اثنين على اكس واحد، قادر نختزلوا هذا مع هذا، شحال نصيب؟ نصيب اكس اثنين على اكس صفر. وهذا هو المعامل الضرب الاجمالي. واش ندير ماله؟ نروح نقسم شحال اكس 2 شحال يساوي؟ 37 على 35، شحال راح نصيب؟ 37 تقسيم 35 راح نصيب 1.05. شفتوا كيفاه؟ ولو كان يقول لي النسبه المئويه للتطور من هنا واش نستعمل؟ نستعمل المعامل الضربي هذا اللي صبته حتى الساعه. جو بونس كو راكم فهمتوا وشنو هي النسب المئويه والمؤشرات اللي خصت لكم الماكسيموم يا اهل الخير. مازال كاينه تمارين في القناه، ومازال كاينه حتى تمارين شامله، ومازال كاينه الاحصاء، وراح يكون ان شاء الله فيديو جدد. وناكو رايحين، وناكو رايحين، ديروا جام، ابوني، بارطاجي، كومونتي، وربي يوفقكم ان شاء الله اجمعين يا اهل الخير تاع الدوزيام اني جيستيون والليتيرار.